بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده أنا جايبة لحضراتكم بقى جولة عن الشهد للمشويات في العطارين. زي ما احنا شايفين هو مطعم رغم إن هو بسيط بس نضيف جدا، وفي شباب زي ما احنا شايفين هم بص منتهى النظافة ومنتهى الأمانة زي ما احنا شايفين، واسعاره طبعا معقوله جدا. هنشوف طبعا الاسعار والجوده. ده يا جماعه شهد للمشويات. هنتعرف بقى ايه على الشباب وهنشوف هما بيقدموا ايه. السلام عليكم. السلام ازي حضرتك؟ الحمد لله. عزت معايا؟ عزت معاك يا فندم. ازاي صحتك اخبارك؟ ان شاء الله. انت بتعمل دلوقتي ايه الحواوشي؟ بحب الله احنا حواوشي. ما شاء الله. طب انا عايز اسالك الاول، انتوا مكانكم بالظبط فين؟ 36 شارع العطارين، مسجد العطارين. 36 شارع العطارين. شارع مسجد العطارين. انا شايفه ان المكان هنا هو زي ما انا شايفاه كده بسيط. ما شاء الله بس نضيف جدا. وما شاء الله يعني عارفه ان هو مسمع يعني. الحمد لله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو ده الحواوشي ربنا. اهو. ده احنا طبعا عندنا الجزارة زي ما حضرتك شايفه برضه، والجزارة بتخدم على المطعم. يعني انتوا عندكم الجزارة و الجزارة والمطعم بتخدم على دي وكده وعيش باللحمة ومشويات. والأسعار هنا ايه بقى؟ يعني الأسعار بالنسبة لعيش باللحمة ده 15 والصدوع 20. في مخصوص بقى لو حضرتك مثلا ايه عاوزة كيلو ولا حاجة لحمة يتفرم ويتعمل ايه؟ يتعمل قدام حضرتك بتاع اربع تقريبا خمسه سته زي ما حضرتك عاوز. بس هو ب 15 سعره يعني بصراحه معقول قوي. يعني هو متداول كده عشان هنا سوق وكده يعني. يعني انتوا الناس بتيجي تطلب مخصوص بنفرم لها بقى ونعمل لها مخصوص. يعني مثلا ايه نقدر نقول ان هو الشعار عندكم هنا ان انت بتبيع كميه اكتر بمكسب قليل فبتكسب ان شاء الله. ايوه تمام. وبتكسب برده زبون المكان. صح كده. تمام. انا شايفه كمان ما شاء الله في شباب اهو في المشويات اهو. هو السلام عليكم. السلام عليكم. اتعرف بقى عليكم. محمود. محمود. اهلا يا محمود. سيد. استاذ سيد. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله رب الله ينور. انا شايفه الحاجات بسم الله ما شاء الله. وعليك في المشويات. ديت الفراخ والكفته. كفته ولحمه. ولحوم. انا عشان برضه هي الصوره برضه عشان احنا بنصور بالليل هي الصوره مش واضحه قوي. بس احنا هنشوف الاكل وهو محطوط يعني هنشوفه ان شاء الله هيبان جوه في نور ومحاشي اهيات ان شاء الله. طب وهي سعر الفرخه المشويه قد ايه هنا؟ الفرخه عندنا 95. تمام. وكفته؟ الكفته 180 الكيلو. 180؟ 180. انا شايفه هو بتقدمه برده برضو طبيخ وكده. طب يعني حاجات كده خضار. في خضار بتقدموا بقى ايه في الخضار؟ في حضرتك زي مش كل يوم نفس الحاجه يعني في ملوخيه في باميه في تورلي في مسقعه في كل الحاجات موجوده في لوبيا فاسوليا. انا جايه هنا على فكره على السمعه عشان خاطر هو كله بيقول ما شاء الله ان الاكل يعني مش اكل البيت ونظافه البيت. وهيعجب حضرتك باذن الله برضه. ان شاء الله ربنا يقويكم يا جماعه. انا هروح احضركم برضه المكان اهو في العطارين يا جماعه اهو. اهو ده في اسكندريه هنا اهو ان شاء الله. وهفرج حضراتكم الحاجه وهي محطوطه طبعا في الثلاجه كده وهي لسه قبل ال اهي دي يا جماعه الفراخ المشويه ما شاء الله ينور. تسلم ايدك اهو يا جماعه. بصوا هفرج حضراتكم ايه تديله. بصوا حاجات نظيفه جدا اهو مصنف. بصوا طازه اهي مكرونه الفرن. وبكام المكرونه الفرن دي؟ 10. حلوه طبعا سعرها معقول قوي. بصوا بقى زي ما احنا شايفين في الثلاجه في التوابل واللحوم اهي في الكفته والسلطات. بصوا التغليف والتعريف اهو اهي كل الحاجه زي ما احنا شايفين نظيفه. اتمنى يا جماعه ان اي حد بيدور على وجبه او اكله كده اهوت بره نظيفه سعرها معقول يجي هنا اهوت عند شهد للمشويات في العطارين. زي ما احنا شايفين يا جماعه نظافه وامانه اهو
بصوا المكان زي ما احنا شايفين جدا. وامانه هو عايز اوري حضراتكم هو مشويات شحت بالعطارين باسكندريه هنا. تمام، اتمنى ان شاء الله انكم تيجوا وتشاركونا، وهشوف كمان تشوفوا الاكل كمان وهو مكتوب هنا هو على السفره بالتقديم، هنشوفوا ايه مع بعض لما تيجوا. ماشي ماشي، السلطات اهي بقى ايه المنيو. ادي السلطات وصاد الطحينه وجين بابا غنوج ايه، ودي سلطه جي يا جماعه بتنجان، بيقلوا البتنجان كده وبيحطوا له تتبيله كده معينه خلطه، ودي بتبقى برده جميله جدا. ماشي شكرا. التوميه ودي مسقعه هي، ودي طبعا سلطة البنجر. ادي جماعة السلطات اهي زي ما احنا شايفين، بقى بقيت المنيو. ماشي ماشي، المحاشي طبعا ادي كل جيب الاطباق اللي هي المساعدة، السلطه الخضراء زي ما احنا شايفين، بصوا الخضار طازه اهي. بصوا المحشي، بصوا الاكل كله بسم الله ما شاء الله. هنشوف بقى كمان بقيه الاكل المنيو. ماشي ده بقى ايه بقيه السيرفيس. نظيفة زي ما شايفين، بصوا على النظافة. ايوه الشباب حضرتك ايه رأيك في الأكل هنا؟ هو الأكل هنا والله بصراحة جميل جدا، وتسلم ايد الناس اللي شغاله هنا في المطعم ده، بصهم بصراحه نظيف وجميل، وانا متعود اني اكل فيه بالصباح. ما انا شايفه مستوى الخدمة والسرعة في الأداء ما شاء الله، زي ما احنا شايفين ما شاء الله الأكل كله نضيف زي الفل. هو يا جماعة مطعم شهر للعطارين للمشويات. اسعار معقوله جدا زي بصوا، ادي المنيو اهوت، ادي بصوا الاكل والجوله والنظافه. اتمنى ان شاء الله من حضراتكم اي حد في اسكندريه يسال في العطارين هنا على مشويات شعب.
نجي يا جماعة مطعم شهر للمشويات طبعا، وكمان بيقدم ايه اللي هو اكل البيت. والله ما بص انا دي والله حاجه كده، حاجه فوق التمام والله كده ان شاء الله. شكرا يا جماعه. اتمنى ان شاء الله نعجبكم، ان شاء الله تيجوا وتشوفوا التجربه هنا، واتمنى ان الحلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم. كانت عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ده المكان اهو. يلا السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. الله ينور على الاكل وعلى الحاجه. يا ربنا يوفقكم يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. سلام.